السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه، أحلى أجواء الرياضة اليوم هذه، يعني اليوم هذه لا برد ولا حر، متعة متعة الرياضة اليوم هذه. لا ذاك البرد في اليوم. إحنا هذا منزل أخ عبد الله عبد الكريم، هو الوحيد اللي معانا ومندمج معانا في بشكة كلية الزراعة، هو الوحيد من خارج الكلية ومعانا على طول روحاتنا ولياتنا وكل أخويا عبد الله عبد الكريم، ومطلق عليه اسم أصيل، وهو أصيل وابن أصول. اليوم هذا اجتماعنا السادس لكلية الزراعة، بسبب كورونا وقفنا سنتين، فاليوم احنا في دار الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن عبد الكريم، الموافق الأحد 21 نوفمبر 2021، 16 ربيع الثاني 1443 هجرية. ولا ذاك الحر، ثيابنا الحين الساعة 11:30 وهذا الجو، جو حلو وروعة، يعني موسم الرياض الأيام هذه أحلى أيام. جاي الإزازة الحين للطلبة، أكيد المدن الثانية كلهم حيجوا موسم الرياض. كثير نجتمع مع أصدقاء لنا في تجمعاتنا بدون تحديد، يعني من طفولتنا لحد سننا هذا، لكن تظل في قلبي هذه المجموعة لها حنين ولها محبة ولها خاص عن أي مجموعة أخرى. كرمك الله يا أبو عبد الرحمن على هذا الضيافة. إيش تقول على الجمعة هذه اللي أنت معانا؟ أنت منت معانا في كلية الزراعة بس من زمان معانا. أنا أجيكوا في الكلية بس. كنت معانا عم نلتصق في بشكات. أنت أجيكوا بالفوية بس. نعم. اجتمعت وجيتكم بعض المرة. نعم. طبعًا أجي عشانك، ما أعرف الباقين. إيه. وقتها. خلاص وقتها. شوي 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 شوي. ونشبنا معه. أنا يوم جيت الرياض 405 والله ما أعرف أول لا جريش ولا طازيز ولا بركوك، ما أعرف كله في الرياض. وبسم الله. وكانوا حتى جوازاتهم، لقيت جواز وتأخرت بعد العشاء، إذا تأخرت عقب الأخير على طول أجي الساعة 10 زي حكايتنا، ألقى الناس متعشين يتقهوا وماشيين ويفوتني العشاء ويفوتني. طبعا إحنا نعرف بعض من زمان يا عبد الله، من أول سنة من قبل الجامعة، السكن والبشكة الطائف والإخوان. إيش تقول على الجامعة هذه؟ الله يخي الله يديمها إن شاء الله على خير. كم احنا لنا؟ 35 سنة ولا؟ تقريبا 35 سنة مستمر، ولا الحمد لله يعني ما شفنا لك الخير، وفقدنا بعض الأخوان الطيبين منه. طيب يعني هذه الدنيا، الله يرحمه. طبعا يعني أستاذ خالد العقيل، مهندس خالد العقيل، يعني من الفاعلين في كان يجمعنا عنده في البيت أيام كان ساكنين في الربوة. كنا نتجمع عنده في البيت أيام الوالد، طول بعمره إن شاء الله. قبل من البدايات من المؤسسين لهذه المجموعة. إيش تقول يا مهندس خالد؟ والله أقول الله يديمه إن شاء الله، هذه أول واحدة. رجال قليل إنك تجد مثلهم حقيقة المجموعة هذه. النقطة الثانية، لكل مجموعة وكل شلة في قائد، في ليدر. أنا أعتبر الليدر واللي يجمعنا دائما وحريص على جمعتنا هو أنت أبو عصام. الله يكرمك. لك فضل كبير في استمرار هالمجموعة، فحتى وأنت بعيد بالطائف يعني كنت تدعونا إنه نجتمع وتدعونا إنه نشوف بعض وإن الشلة تستمر، والحمد لله. طبعا بوجود أبو محمد الأخ سلمان. إيه ممكن تعرفنا كذا بالأسامي أنت خالد؟ هم بيعرفون بأنفسهم. لكن وجود ابو صالح لو يعني تشوفهم، وابو عبد الله وابو احمد خالد العامر، انا في نقطه برضو ودي اضيفها للتاريخ. الاب الروحي للمجموعه انت الليدر، والاب الروحي للمجموعه كان ابو عبد الله الاخ ابراهيم المطلق، هو الاب الروحي لنا كلنا، وفاتح داره، كان فاتح بيته وفاتح وبنفس طيبه، والدته كانت امنا، وكنا نجتمع عنده بشكل يومي، وتعرفنا اسم ولا شفنا الا كل خير منه، تعرفنا باسم، شهاده للتاريخ. الله يغفر له ويرحمه. وكل واحد له، كل واحد له لمسه من المجموعه. ابو صالح هو الاب الروحي، يمكن نقول
هو الملهم لنا. ما عليك للمجموعة كلها. فكل واحد له لمسة. أبو محمد نعتبره حنا القدوة الحسنة. يا سلام. يعني يا سلام. لما نلف يمين يسار يعدل مسارنا. فمجموعة متكاملة. حكمة لدي الحكمة. كل واحد يغطي عيوب الثاني وكل واحد عين للآخر. فهذا اللي خلى المجموعة مجموعة مثالية. وهذا اللي خلاها تستمر أكثر من 35 سنة. وإن شاء الله راح تستمر. مهندس خالد. أبو محمد أبغى أرجع لك. الله يأخذ أمانته. أخوي سلمان العيسى. ما أقدر أقول أكثر من اللي قال. بس يمكن إذا كان بضيف شيء أضيف شيء إنه تجاوز عن أي غلط بين واحد يقوله. كانت صدقات حقيقة ما كانت قائمة على مصلحة أبدا. ما أدري يعني سبحان الله حتى أنا ما أذكر كيف ألفت هالمجموعة في بداية ما وجودك في الكلية. وجودي بالكلية ودخولي معهم قابلت ناس كثير لكن روحيا ما أدري كان يشدني للمجموعة هذه شيء عجيب ما أدري والله. وما خاب ظني حقيقة فعلا ما خاب ظني في اللي وجدته منهم. وما عاد أقدر أكثر أزيد باللي قالها أخوي خالد عن. وطبعا أنت أبو عصام عاد شيء آخر في زيارتك من الحجاز وجيتك دائما باستمرار من جدة تكون سبب للألفة زيادة. الله يعطيك العافية بارك. أخوي مهندس عبد الله ظلام والتربوية عبد الله ظلام. إيش تقول كم؟ والله ما أقول أكثر من ما قالوا الشباب. الله يديم بيننا إن شاء الله المحبة والتواصل لو عن طريق إذا يعني بعدت أجسادنا إن شاء الله أرواحنا مع بعض بس لعل عن طريق الواتساب يعني. نعم. وزي ما قالوا الشباب يعني الفضل بعد الانقطاع لله ثم لأبو عصام يعني لك يعني والله أقول بدون مجاملة أنت اللي أسست الجروب أنت اللي جمعتنا بعد انقطاع. وفعلا أنا كنت أسمع يعني يقولون مهما انقطعت عن أخوياك أو أصحابك إلا ترجع لأصحابك الأولي مهما كونت علاقات. وفعلا هذا الشيء لمسته الآن. الشخصية الأولى اللي عرفتها في الصراحة إبراهيم المطلق. فتحت عيني في الكلية على إبراهيم المطلق هذا الشاب الوسيم اللي يعني تعرفت عليه في الكلية وبدينا تقريبا وضعنا حجر الأساس للبشكة حقتنا. وأنا ساكن عند أختي. أنت بيت عند أمك وبيتك ومجلسك مفتوح. فكون بداية اجتماعاتنا نجي عندك في الهك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحمد ربي أني إحدى أعضاء المجموعة وأحمد الله أنه استمرت الفترة هذه. طبعا مجهودات أبو عصام والأخ خالد عقيل هم من أساس المجموعة. الحمد لله يعني دخلت كلية الزراعة ويمكن أنا استمريت بالمجال الزراعي الحين صار لي تقريبا 35 سنة عملك في وزارة الزراعة. نعم يعني كمستشار وخبير في المجال الزراعي. وأقول أشكر جميع الزملاء وأشكر هذا على هالنقطة اللي هي عملية استمراريتنا وإن شاء الله تستمر إلى أن يكتب الله الأجل إن شاء الله. هذا الوحيد اللي كان في البشكة بس مو يروح ويجي يعني كان ما شاء الله علاقاته كثير في الكلية في مجموعات أخرى. إحنا لا ركزنا ما خلاص بشكتنا هو تلاقي من بشكة البشكة حتى نقعد في الكافيتيريا خالد العامل ينقص هناك يجي هنا مجموعات كثيرة. فكان يجيب لنا الأخبار في حقين التسجيل في حقين خالد إيش فيه من أحسن التسجيل في يوم حتى التغذية وزعوا اللبن ما وزعوا اللبن تحت الرواتب جات ما جات المكافات يعني عنده علاقات بحقين مدري ايش حقين مدري ايش بالكلية. تفضل استاذ خالد. الله يزيد فضلك ولا زلت انت في الجامعه؟ انا في جامعه الامام. جامعه الامام قبلها جامعه لا بجامعه الامام من اول. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى المجموعه هذه مستمره حتى الان. بدينا كطلاب غير متزوجين الان اباء موظفين كان بدايتنا طلاب والآن موظفين وبعضهم قاعدين
وبعض الشباب متقاعد ولنا اكثر من 35 سنه يعني وبعضهم ما جو لانه بظروف ثانيه وحين يتبعون يعني الواحد يحمد الله سبحانه نعم. وتعالى ان في مجموعه مستمره مع بعض ومتفاهمه وعلى نمط واحد. يعني لو كل واحد مننا بنذكر ميزاته الصراحه بيتعب الواحد من كثر. يعني جزاك الله خير انت يعني من الطائف او من جده في التواصل بالجروب الواتساب الجميع بدون استثناء بدايته يمكن استاذ ابراهيم يعني ما قصر بدايته هو اللي كان الاب الروحي لنا هو اللي يجمعنا جميع بعدين ابو محمد الاستاذ خالد العقيل وعامر ولد عمك الاخ عامر الجميع يعني بدون استثناء ولد عمك الله سبحانه وتعالى يعني الان احنا متواصلين يعني شبه يومي ولكن بيننا دوريه يمكن كل 6 شهور تكون في جمعه وهذه يمكن اغلبيه الناس لو تيجي تقول زملاء دراسه ان نجتمع ما زلنا نجتمع الى الان يمكن ما حد يصدقك يعني بالجروب احنا يوميا نرسل بالجروب يوميا لكن اللقاء يعني لو تيجي تقول واحد والله زملاء الدراسه الجامعه اجتمع معهم بالسنه مره مرتين يمكن يقول لك والله غريبه نعم. فهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى لك زملاء زي الاخوان تلقاهم متى ما بغيتهم الامور صافيه ما فيها مصالح جمعتنا كلها علاقات اخويه يعني كل واحد يسال عن الثاني وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ونشكرك شكر جزيلا الله ابو حسام ما ودينا ننسى اثنين من اي لازم اي من الجروب والاخ عبد الله الشايع اللي هو عبد الله الشايع اي هذا الحكيم حكيم الشله ايه انا اعتبره انا كل واحد له صفه عندي نعم. فاعتبر عبد الله الشايع حكيم الشله وهو قدوه لي انا قدوه لي انا شخصيا في كل شيء الله يطول بعمره ان شاء الله ويعطيه الصحه والعافيه هو غاب العذر اليوم لكنه بيكون لا وحق الكشتات الونيات المجهزه كل شيء كل شيء والاكل والشغل ها كل شيء يعني كبر في تصرفاته وفي اخلاقه وفي في حسن الدبره في كل شيء والاخ فهد الداود ما ننساه برضه من الاخوه الاعزاء من المؤسسين نعم. ومن المؤسسين زميل لا زال على اتصال فينا اليوم ما اعتذر عشان عنده ظروف هيتقابل يوم الثلاثاء طبعا فهد الحليم انا اسميه الهادي الحليم الهادي الحليم ففي حلم وفيه يعني انسان تحب الجلسه معه ما يزعل منك لطيف فيه لطف لطف يعني بعيد المدى فالله يخليهم لنا ان شاء الله ويخليهم لاهلهم ولعيالهم آمين. ويطول بعمرك ابو عصام وندعو الله ان تستمر ان شاء الله ان شاء الله تعالى خالد بس انه انا عندي منيه عندي منيه لا بس دقيقه عشان نزورك بالطائف ايوه ايوه عشان هو هذا من اول اطالبكم ابغاكم كلكم تنتقلوا عندي في الطائف نبي ننتقل ان شاء الله وكان هو كان المفروض هذه وعييته كان المفروض انه خلال الشهر الماضي لكن صارت ظروف وان شاء الله اذا تحسنت ان شاء الله ودخل البراد الحين جو الرياض احسن من الطائف اي واحلى في الصيف ان شاء الله بالصيف الجاي ان شاء الله نكون انا منيتي كمان يا اخوان جميعا احنا دحين نعرف بعض انا ايش اقول لمين اوليه اقول لعبد الله عبد الكريم اقول له ولدك فوق هلا ابغى اشوفه خليه ينزل والله قلت لانه اختلفوا اي فابغى اشوف عيالكم انتوا شفتوا ولدي عصام جاكم هنا في الرياض انا شفت ولد جاء طائف توقف الطائف القاعده صالح وشفته وعشت معاه كاني عايش اهرج معاه كاني عبد الله يعني امزح معاه واضحك كاني قدامي عبد الله عز الله انه يمزح ويثني عليك يقول ترتاح له من اول جلسه الله يعطيك يا اللي ما ذا قلت اطلع معه اعتبره ابوك يا اخي لا تعتبره شخص غريب ولا شيء الله يعطيك العافيه ان شاء الله اشوف عيالكم كلهم ان شاء الله ونجلس كذا جلسه ان شاء الله وكمان لو تكون في الطائف والله والعاب وزي ما كنا اول ها نرجع باكم ترجع ل 18 يعني عمر ماركم 18 والله شوف هذه ما هو انت اللي ترجع جيب لنا بنت عمرها 17 18 نرجع شباب تتزوج يعني اما نرجع شباب مع بعض ونلعب على بعض لا عطنا نتزوج واحده كذا كل واحد ياخذ له واحده ونصير عدلاء جدد نشاط ونصير عدلاء كل نجدد نشاطنا غيره كلام فاضي هذه نقطة النقطة الثانية الشباب مجهزين لك هدية نرجو انك تقبلها هدية بسيطة متواضعة بس عرفان محبة الله يكرمك لك يا ابو عصام نورت الرياض الله يعطيك العافية نورت الاستراحة
ونورت الشباب كلهم. والله صلتين عندكم احنا صلتين عندكم عشانين عليكم. والله انت الغلطان يعني تاخرت علينا كورونا لكن بتعوضنا ان شاء الله اكثر ان شاء الله ويصير اكثر نحاول نتردد وعشان نغريك وعشان نغريك يصير كل 6 شهور تجينا نقدم لك هدية بسيطة من مجموعة الشباب متواضعة نرجو انها تكون يعني هدية مقبولة واحنا يعني تعمدنا انه يكون آلة او جهاز يساعدك على التصوير وعلى الاشياء الوثائقية اللي تجيبها كل ما وثقت حدث تتذكر اي كل ما وثقت حدث تتذكر عشان تصور لنا موسم الرياض تشهر الرياض مثل ما اشرت في الطائف الله يعني الرياض مشهور بدون مين لا تزيد شهرة انت اللي مشهور وانت تزيد شهرة نرجو انك تقبلها مننا ساهم في مع ابناء وطننا في ابراز وطننا وابراز معالم وطننا في كل مكان في كل شبر في ارضنا الله يجعلها دائم في تنميه وازدهار وامن وامان تحت لواء وتحت ظل قيادتنا الرشيده ملكنا ملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده امير الهمه سمو سيدي محمد بن سلمان الله يحفظه الله يحفظهم ان شاء الله الزملاء عبد الله الشاي عبد الله الضلعان سلمان العيسى فهد الداوود عبد الله العبد الكريم خالد العامر ابراهيم المطلق هديه متواضعه نرجو انك تقبل الله يكرمكم ويجزاكم خير الله يحييك وليحرمني منكم الله يحييك تستاهل يا ابو عصام لا ما اشوفها تولع كذا وشعشع وتحرق بيدي وتطيح ما انبسط منور اخوي خالد عامل حنسيت وحنسيت ما كلمته انت عطيتني بس خذ راحتك انا يوم جيت الرياض 405 والله ما اعرف اول لا جريش ولا طازيز ولا مرقوق ما عرفت اللي في الرياض وبسم الله وكانوا حتى جوازاتهم اذا جيت جواز وتاخرت بعد العشاء اذا ما تاخرت عقب الاخير على طول اجي الساعه 10 زي حكايتنا القى الناس متعشين يتقهوا وماشيين ويفوتني العشاء ويفوتني ابو عبد الرحمن الله يكرمك ويكثر خيرك ان شاء الله على الجمعه الحلوه هذه السلام عليكم اكرمك الله يا ابو عبد الرحمن الله يحييك الله ان شاء الله يكبر خيرك والبركة أبو عصام اللي جمعنا الله يكرمك انت بركتنا عمدتنا ونورت الرياض نورت البوليفارد أمس والقدية بكرة وكل يوم مناسبة إن شاء الله إن شاء الله الله يحييك وعقبال ما يصير الرياض زي الطائف مشهور منك إن شاء الله درب السلامة الله يسلمك محمد الله يعطيك العافية تروح وترجع بالسلامة اللهم آمين سلمنا الحبايب هناك إن شاء الله بمشيئة الله في أمان الله.